حياتهم. أعزائي السادة المشاهدين، أبو نوح عاد إليكم بقطع جديد. اليوم عدنا لكم بالجزء الثاني من المقلب اللي خلينا العيال يلعبون فيه لعبة رعب وخوفناهم صدق. آخر مقطع سويناه يا جماعة جاب فوق 1,500,000 مشاهدة، بالإضافة إلى فوق 130,000 لايك. معي أبو سعود. يا جماعة خوفناهم تخويف الله يعين. أعمل نفسك أنا ضربت. المرة اللي راحت انضربت، حلو، جتني رفسي، حلو، الله يستر من الجاي، والله ما أدري. الشيء اللي بتشوفونه، الشيء اللي بتشوفونه يا جماعة شيء من عيار ثقيل، شيء يحبه قلبك. قبل لا ندخل على المقطع حاب ادعي دعوه صادقه في رمضان. الله يوفقكم ويسعدكم لكل شخص جالس يدعمنا يا جماعه. الشيء هذا مره جالس يفرق معنا، كل شخص جالس يشترك، كل شخص ضغط لايك، كل شخص قاعد يعطينا افكار في الكومنتات ويدعمنا ويحفزنا في الكومنتات. شكرا لكم، شكرا 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 من القلب. ما ابغى اطول عليكم اكثر من كذا، نخش على المقطع. بعيد دحمون، هوبا. هل انت رجال؟ اصبر نشوف هذا يبا. انا رد، ايش رايك انت غبي؟ صدق صدق رجال ما تخاف. ما تخاف والله، فيك مرتلة. والله فيك مرتلة. تعال في لعبة أبيك تلعب. اسمع، في لعبة أبيك تلعب. وش هي؟ اختبار الرجولة. خسر العقل، ما حد يختبر رجوله. تعال خصم من الجميع. تعال تعال شوف كلب وش اختبر رجوله. هي اللي يظلمها يعني تقولي مساج فيه. أبيك تلبسها لمدة بس 5 دقائق. لا فقط 5 دقائق. إيه طيب وش اللعبة؟ أبيك بس إنك تصير رجال فيها. من القهر يا عيال القهر. يمه يمه اصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيال صوت مركب. ايه لا تسكتون سولفوا. اللمبه طاحت. طيب في دبان مدري وشو قاعد امشي غصب عني. انا بعربه، انا بعربيه. ايه حقت سوق يعني؟ ايه. طيب وش صار لك؟ وش صار لك؟ المستشفى الحين، المستشفى. طيب حلو، انت الحين لازم تحاول تطلع منه. طيب شلون امشي؟ بسم الله ما ودي انت ترى بالعاده المفروض انك يما يما في صوت. ما يمشي والله. ليه ما يمشي؟ رايك لا انا بعلمك اللي جنبك جنبك جنبك. طيب ليه ما يمشي؟ ليه واقف انا؟ ايوه بالعربيه مشيت صح؟ يوم قدمت الكرسي مشى شوي. لا ما مشى. طيب ارجع بالكرسي يمكن يرجع. ما رجع؟ لا والله. لا والله ما رجع، ما رجع. ها؟ ما انا قاعد اتقدم باللعبه. لا ما انت جالس. والله ما اتقدم. رايد علمني تكثر. والله ما ادري صوت يوتر، قسم بالله العظيم انه صوت يوتر. صوت كذا، صوت معدات. يما العربيه تمشي لحالها. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه رايد وش قاعد تسوي؟ قاعد تسكر الباب، تسكر الباب. بسم الله بسم الله. ليه كذا بسرعه؟ ليه؟ ابوك بسرعه 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 عليك رايد اقسم بالله العظيم. خير وقف قلبي. اسمعني خير وقف قلبي. والله العظيم اسمعني. شو مات رايد بلعبك؟ لا ليش؟ شو يقولون هالي ليش؟ اسمعني اسمعني والله العظيم اني ابغى اقول لك قل لهم لايك، بس احس لو قلت بتقول اسمعني اسمعني. طيب ايش رايك رايد؟ ايش رايك؟ ايش رايك؟ وشو؟ ركان لا يلعبها من بعد. روب لا كيف اللي يلعبها؟ يوقف قلبي، يوقف قلبه والله بيوقف. ترى انت ما تدري عن الموضوع. وش؟ انت ترى هذا بتسويناه قبل سنة مسوينا نفس اللعبة. بس الأشخاص اللي ما يعرفون عنه مسويها فيها مرة. فيرفل أقول لك شيء. بيموت زيد رفسني مع صدري. كذاب والله العظيم. فيرفل بيموت فيرفل. لا أخافوا عليه. مش مشهور. هل أنت رجال؟ تستهبل غصب عنك رجال يعني. غصب عنك صدق الله، غصب عنك وعن اللي. طيب اسمعني أنا بسوي لك شيء. اختبار كذا، اختبار للرجولة. حلو. انا ليت اخاف. تعال معي نلعبك لعبة. بسبقك انا. لا 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 رجال انا بسبقك. هو شوف انا بسبقك. هو مو بتفوز بالركض. هو حق لا مو بركض. انا متحمس. اختبار. انا بثبت لك. تثبت ايه؟ بثبت رجولتي. اخس. ها وش اختبار؟ لعبك لعبة. بس هذا اختبار رجولة. بس اللعبة هي تختبرك. بسم الله. كم نسبة المرجلة اللي عندك؟ حسب اختبار بيركمان اللي سويته 99.9. طيب يلا 1% النسبة راحت له. ونسبة الاكلس؟ ايه ضروري. ارفع رجلك. ارفع رجلك. ارفع رجلك. لا فيها مشكلة هنا. الله يسلمك. هذا اللي مو برجال. شوف اللي مو برجال يطقني يقول اي. طب انا بشرح لك شعوري حاليا. احس في واحد بيصرخ بوجهي وقلبي بينفخ.
طق الجرس. حلو، هو ترى يعني عشان تعرف مراحل مختلفة، فهمت؟ أنا ما أدري وش الشيء اللي قاعد يصير معك. أوكي. فهمت؟ حلو. فأنت لازم تشرح لي وش. حلو، فتح الباب الحين. فتح الباب. هي. باب إيش ذا؟ باب المستشفى شكله. مستشفى. أمشي؟ ما أدري. قاعد يمشي ولا وش يسوي؟ قاعد يمشي ماخذ. وشون قاعد يمشي؟ ما أدري، أصبر، في شيء غريب. أحسني في عربية قاعد أمشي. في عربية أنت؟ إيه. أوكي أوكي أوكي. لا بنوح 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 دقيقة. أيوة. طلق نار؟ طلق نار؟ اي والله في طلق نار. حلو. وش بيصير يعني الحين؟ قاعد يكبس. بنروح تدين عندي مباراة بعد شوي، إذا انفض قلبي بروح كذا. جيب لي النقطة. طيب بنروح ساكت، في واحد بيصارخ الحين. أنا عارفه بنروح ما يسكت عبث. خبرة سنين في بنروح. بنروح! أنت قاعد تتحرك ولا مين؟ ما أشوف أحد أنا طيب. خليني أشوف أحد. أنا حس في واحد هنا وراي بس وين ما أدري. أهم شيء فارس وشو؟ لا 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 معك 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 أنا معك معك. أهم شيء وشو؟ ركز، علمني بالأحداث. ترك ما في شيء، في واحد. علمني إيش قاعد يصير عندك. في واحد أحس قاعد يلمس راسي، يروح واحد من وراي قاعد تنفس، في أصوات اللي زي الكهرب اللي شك 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 إنه طفى، إنه قدامي طفى. ها في واحد يلمس راسي، والله العظيم ممكن أقسم بالله في واحد قاعد يلمس راسي. من هو؟ باب افتح شويش. وين؟ باب يفتح؟ يفتح بشويش. اوكي. عربية تحركت حالها. لا 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 بروح. اه! شو السالفة؟ بنروح دقيقة دقيقة دقيقة. ايه تكفون وش ذا تعبت نفسيا؟ لا سكر الباب. هذا وش الاحمر طيب؟ شو سكر الباب كذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من كلمات الله التامات دم ما خلق. بقول لك شيء صار في المقطع. الرجال كان جالس على الكرسي وواقف، فجأة كان بيسوي حركة وتقلب ورا. كذاب! تسمع انت صوت ذا الرجال تقلب. انا قاعد اسمع اصوات وراي. في واحد يلمس راسي، في واحد ما ادري ايش. قاعد اتحسس من كل شيء مو طبيعي. انا وش احتري؟ انا جالس احكي شيء يقول وش حسيتك هذا بالواقع. تخيل انه جوا. وش رايك؟ تدري نمسك قلبي نمسك قلبي يطق تحت. اي والله والله قاعد يطق. نسيت والله والله كان ب 99.9 الحين كم؟ بقى 9 رجال. طيب اسمعوني يا جماعه، قناه فارس تراها موجوده، ترى الرجال ينزل فيفا ومقاطع ذا. روحوا له والله مساكين. اي سامحني يا سامحك والله. روحوا له اجلتك حبيبي. لا تنسون الاشتراك كم شيء. لا تنسون. اي هل انت رجال؟ صدق رايك اي رجال. طيب اسمعني اذا دامك رجال امني والله بنختبر رجولك. تعال تعال نختبر من هنا. انت ليش كويس نختبر رجولك؟ وش مقلب صح؟ وش مقلب والله نختبر رجولك. تعال نختبر رجولك. شوف رجولك السالفه. اجلس بسم الله. البس تو. وش السالفه؟ ابى اقول لك اختبار الرجول حقك بتشوفه قدامك. اختبار الرجول وشوفه. شوفه وش معجل تاسله. وش اشوف؟ سنصير. سنصير وانا في دمان. الدمان حقك وش في جثث جنبك؟ لا ما في شيء. وش ذا؟ لا 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 اجلس. شوف اجلس. والدين سمعتها؟ ما اسمع شيء انا. انت طاحت اللمبه. طاحت اللمبه. طاحت اللمبه. طاحت اللمبه. حلو. وينك فيه؟ انا الحين في الاسانسير. الاسانسير وش اسوي بالاسانسير؟ طيب ما ادري قاعد انزل الاسانسير واللمبه طاحت فوق راسي. حلو اوكي قاعد امشي ترى. ها طيب ممتاز. نصلك يا زك كذكح. اقول لك شيء بوجهي يما يما والله قرصب لي شيء. والله اني عارفه بروح. ايوه بروح. تسوي ايوه الحين في جثة يسار والله من وش سوي؟ تكلم. طيب انت 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 ما انا في نص. انا في نص غرفة. انا ما ادري وينك. هناك في جثة وهناك طريق فاضي وهناك ما في شيء. في كم وش؟ بسم الله بسم الله. في شيء في هبد الباب. هبد الباب. هبد الباب. حلو حلو. علمني وش اللي عندك الحين؟ هناك في جثة انا خايف منها. في جثة. اي مغطى. طيب ممتاز. في جثة هنا. في جثة ثانية. اي هذا سرير. طيب حلو. هناك جثة وهناك ما في جثة. طيب الباب مقفل. الله يحشرني.
حدد الطريق اللي انت تبي تختاره. ما معي سلاح. بس تحتاج وقت انك تاخذ ادله عشان تختار الطريق. الطريق السليم. الطريق السليم، لازم اصبر. اوه! وش طفت اللمبه! طفت اللمبه. هذا مو بسليم. حلو. هي صوتها من هناك، روح من هناك بسرعه. كيف؟ اصبر 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 اصبر. لازم في ادله، لازم في ادله. طيب هنا طفت اللمبه حقت اللمبه طاحت. ايوه فتح الباب، فتح الباب. بروح قدام. اصبر بروح قدام. فتح الباب اللي وراي. فتح الباب هذا. ايوه فتح الباب صح. ابغى سلاح. اجل تبروح، طفت اللمبات. بروح طفت اللمبات. فتح الباب. الله يوفقك. سعد سعد وش اللي قاعد يصير الحين؟ الحين في كرسي فوقه نار، فوقه تعرف لما تطبخ تجي حراره. ايوه تجي ضباب. ايوه قاعد يركب الكرسي وينزل. حلو، يعني جني ذا ولا وشو؟ ما عفريت. عفريت اي انا عارفه. حلو. راح 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 وراح مع اي طريق؟ يمين، يعني ما نروح يمين. اي يمين يا ابن الكلب. قفل. ايوه وش اللي قاعد يصير؟ زعل زعل قفل البيبان. قاعد يقفل البيبان بسرعه. قاعد يفرق يبان بسرعة. هذا قاعد يمشي. ايوه هد يا عمي، هد يا ابن الكلب، هد خلاص هد. ايوه هد هد يا ابن الكلب. قاعد يا ابو نوح كسر الباب. قاعد يكسر يبان. قاعد يكسر. اسمع عليك اسمع عليك اسمع عليك اسمع عليك اسمع عليك اسمع عليك. زاد والله لا يوفقه. يا الله زاد زاد زاد. والله 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 اني خفت عليك. اقسم بالله العظيم اني خفت عليك. والله العظيم اني خفت عليك. والله العظيم اني خفت عليك. والله اني رجعت بطلع. لا خلاص لازم اطلع. لا لازم اوقف اوقف. والله صدقت. يا جماعه يا جماعه قناه ابو سويح الموجوده تحت، روحوا له شوفوا اشتركوا عنده، ترى ينزل مقاطع الفترة الجاية، بتشوفوا مقاطع كثيرة عنده بإذن الله. والآن مع فيرفنينج، تعال. لا 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 وش فيك وش فيك وش فيك؟ ما تجي أنت إلا في شيء. ليش وش فيك؟ ها شو بجمع كذا؟ طيب اسمعني أبسألك سؤال، أنا دائما أسأل سؤال، هل أنت رجال؟ غصب عني. صدق والله. غصب عني. طيب فيه لعبة تختبر الرجولة حقك. إيه. فنبغى نشوف مادة الرجولة حقك. تفضل معي نختبر الرجولة. يقطعهم اسلوب سردة. ايه لازم نشوف رجولك. ازم هلا شوفوا علاء يقول لعبة تختبر رجولتك. ايه اجلس اجلس الان. بقول لكم من الحين، الرجولة لا تقاس بالالعاب، تقاس بايش؟ بالافعال. بالافعال صح صح. والله انك صادق. ايه. والله العظيم انك صادق. ايه. عشان كذا يلا نشوف افعالك في ذي اللعبة. عبد الرحمن عبد الرحمن والله ما ادري ايش الدرجين. عبد الرحمن ايه احتاج تعلمني اسم. شوف اسمعني، احتاج تعلمني كل شيء جالس تشوفه. وين دمان؟ دمان وش دمان هنا؟ ايوه في النسكات حقته. ايوه اخاف الف وراي يطلع لي شيء. حلو الف وراي ما ادري. شوف 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 حولك، شوف حولك. اي في شيء حولك؟ في شيء وراك؟ انا بكرسي. بكرسي انت؟ ايه حلو بكرسي حق الاحتياجات الخاصه. ممتاز 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 ممتاز. طيب وش قاعد يصير لك الحين؟ قاعد تتحرك اللمبة ذي اللي فوق. حلو متأكد ما في أحد حولك؟ ها؟ لا ما في. ممتاز ممتاز. لا صوت في صوت تحت جكيته هنا. بسم الله. طيب يعني لا تخدعوني. اشرح لي اشرح لي وش قاعد يصير قدامك. اشرح لي. قاعد يدفوني بالكرسي الآن. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. أنت وينك فيه؟ وينك فيه؟ المستشفى. مستشفى عرقة. أيوة مستشفى مسكونة. حلو يعني أنا وين فيه؟ أوكي بديت أدخل المستشفى الآن. كأني لا هذه مو مستشفى. ها لحظة غيرنا مستشفى مسكونة. اي لانها اتوقع حق التشريح وجثث. مكان تشريح جثث وجثث ميتة يحطونها بالثلاجة. حلو في اصوات حولك؟ في ريحة حرق. اصوات حولك؟ يمكن في كلب. يمه بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله ما في احد. اصوات اصوات تسمع اصوات؟ اي اسمع اصوات لمبات، تعرف زنة الكهرب؟ إيه؟ حقت اللمبة. طيب دحوم. طيب ابي امشي، شلون امشي؟ تشم من اللعبة شيء؟ ريحة حرق؟ اي في ريحة حرق. بسم الله يا عيال. يمكن ريحة فم. يمكن حرق. ريحة فم مين؟ يا ولد اقطع الله. قاعد يقعد يهز يهز الباب ذا اللي وراك. اي لا هذا اللي هنا. اي مين؟ يمكن في احد وراك ترى. والله ما طالع. لا ترى يمكن صدق في احد وراك. وراي انا بصدق؟ لا 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 وشلون في الصدق؟ دحوم وراك ناظر وراك. في والله انه في اصوات. طفت اللمبات. اوكي الباب انفتح هذا. انفتح؟ انفتح الباب هذا. اوكي اللمبات قمت تطفى. في احد طلع منه؟ يمه في كرسي وفي هواء والهواء يمشي فيه خطوات. في احد قاعد على الكرسي. في احد قاعد على الكرسي؟ ايه حلو في احد قاعد على الكرسي.
بس كذا كأنه شبح. حلو. يعني في لا ما في أحد ما في كويس كويس ما في أحد وراك. في أصوات. هذا خد عينه لا يصفى قدام في أحد وراك. حلو حلو. يا يا قاعد يسوق بقوة مرة. وش رأيك؟ بسم الله بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. هذا ما تخوفني هذا تخوفني تقطع بالضيقة. لا لا يا الله هذا خوفني صراحة. دحوم شو ما خفت من هذي؟ وشو؟ من اللي طلع بوجهك؟ ما أدري ليش تعودت على لو إنك جايب بشكل ثاني لو إنك جايب القرد حقي قهر. أنت خفت من هذي رايد؟ يا ولد طار طار إيه أنا وش قاعد أسوي؟ أنا قاعد أطالع الباب فجأة سوق الباب يوسف يوسف يوم صفق فجأة الكرسي طار علي. يوم أنا خفت أنت شلته أنا مرتاح. لا أنا أوريدي في مود الخوف ما مستحيل شيء يخوفني زيادة. إيه حلو حلو إيه لا تنسون اللايك والاشتراك ولا تنسون تستخدمون كود BWR1 في المتجر وفي المتجر وفي كود فورتنايت بعد. صح صح صح. لا نقول وداع ولكن إلى اللقاء في مقطع آخر. موقف المتجر هنا يسار. شكرا.